السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نبدأ شرح chapter 2 بمادة الفيزيكال 1. أول section 2.1 بيحكي لنا عن state functions. state functions هم اللي بيعتمدوا على الحالة الابتدائية والنهائية للمادة. فلما أحكي لك state function يعني مثلا أنت بتقدر تحسبه عن طريق دلتا، الاختلاف بين البداية والنهاية، زي دلتا في، زي دلتا البرشر، الاختلاف في البرشر بهمك الابتدائي والنهائي كيف وصل بيناتهم ما بهمني، زي دلتا اتش ودلتا يو. بينما لو احنا بنحكي مثلا عن فانكشن زي الورك اللي هو العمل، لما تحكي لي عن الورك بهمك هو شو الباث اللي اخده او شو هي الطريقة اللي راح فيها عشان يوصل من الحالة الانيشيال للحالة الفاينل. فعشان هيك الورك not state function، مش function للحالة. لما نحكي مثلا عن الطاقة الحرارية المفقودة والمكسوبة بالجسم، برضو بهمني هو كيف كسبها وكيف خسرها، فراح يكون بهمني الطريق اللي مشي فيها، هو not state function. من هالديستنس المسافة، عشان انت تمشي بمسافة معينة بهمني شو الطريق اللي قطعتها، فهي not state function. بينما state functions اللي هم بيعتمدوا فقط على الحالة الابتدائية والنهائية. السكشن الثاني بهذا الشابتر حكالنا الدكتور عن الريفيرسيبل والإرريفيرسيبل بروسيس. الريفيرسيبل بروسيس هي بروسيس أو عملية ضغط بتتم slowly بشكل بطيء، وهذا بيخلي إنه يكون فيها اتزانات. فأنا كل ما أضغط شوي بسمح للمادة أو للغاز الموجود عندي إنه يرجع يعكس هذا الضغط، فدائما بيكون في عنا إكواليبريوم فيها، فهذا بسميه reversible process، وبتصير إيش مالها gradually أو slowly. الirreversible process هي عملية بتصير بسرعة. مثلا أنا بجيب المادة وبنزل البستون أو الضغط بشكل سريع، فهذا الإشي ما بسمح للغاز أبدا أو لجزيئات الغاز ترد لي اللي أنا عملته، فهاي بسميها irreversible process، وهي بتتم بشكل سريع speed one. بالسكشن الثالث بالتشابتر حكينا عن الانرجي والهيت والورك، وحكينا بالفيرست لو اوف ثيرموداينامك، اول قانون بالثيرموداينامكس ايش حكينا؟ حكينا انه الانرجي او الطاقة لا تحدث ولا تستبدل، يعني الطاقة للكون كله ثابتة. energy of universe is constant. كيف يعني؟ can't be generated nor destroyed. يعني لا يمكنني اني احدثها او احطمها، ما بتفنى ولا تستحدث بالعربي. طيب كيف عبر لي عن هذا القانون رياضيا؟ رياضيا حكالك انك انت ممكن تكتبها انه اختلاف الطاقة، مش احنا حكينا اختلاف الطاقة الداخلية اليو internal energy بسميها، هو عبارة عن state function بيعتمد على الحالة الابتدائية والنهائية، عشان هيك انا بقدر اكتبه بهذا الشكل اللي هو النهائي ناقص الابتدائي.
فأي شيء أنت بتقدر تحط قدامه ده الفلسفة هو state function. الاختلاف في الـ internal energy للكون كله يساوي zero. هذا هو اللي بحكي لي. الكون من شو بتكون؟ الكون بتكون من أنظمة وحواليها surrounding، صح؟ احنا حكينا بما سبق. فهذا بحكي لي معناته انه الكون هو عبارة عن أنظمة systems، اختلاف في الطاقة الحرارية لليونيفيرس هي عبارة عن أنظمة وسراوندينج، دلتا يو للسراوندينج، سوري يو. هاي كلها شو تساوي؟ زيرو، حسب القانون الأول للثيرموداينامك. طيب هذا الاشي بحكي لي لو انت نقلت هاي هون، فرح يطلع لك الاختلاف في الطاقة الداخلية للسيستم، في الانترنال انرجي للسيستم، هو عكس بالاتجاه الاختلاف في طاقة السراوندينج. معناها انه اذا كان عندي سيستم معين وهذا السيستم فقد طاقة، فهو راح يفقدها للمحيط اللي هو السراوندينج. طيب لو كسب هذا السيستم طاقة، فهو راح يكسبها من وين؟ من المحيط برضه. فبالتالي هم نفس الكمية بين السيستم والسراوندينج، بيختلفوا بالاتجاه. الطاقة المكتسبة تساوي الطاقة المفقودة أو العكس. هاي يعني معناتها، مو أو قدرنا نستنتجها من القانون الأول للثيرموداينامك. طب شو قانون الانترنال انرجي، أو كيف بنقدر نحسبها؟ الانترنال انرجي أو الطاقة الداخلية للمادة هي عبارة عن، لأي سيستم بالعالم هي عبارة عن الورك والهيت، يعني طاقة حركة وطاقة حرارة، نجمعهم بعض مع بعض بيعطوني الانترنال انرجي. طيب انا السيستم تاعي اذا كان في عندي ورك على السيستم، on the system، انا عملت عليه شغل، فهون شو بحب افكر بعقل النظام، شو صار للسيستم؟ كسب ورك، فبحط اشارة الورك موجبة، تمام؟ اي ورك on the system، زي الكمبريشن، زي كأني بضغط مثلا على السيستم، زي هون إذا أنا ضغطت، فأنا عم بعمل بعطي إشارة موجبة في حالة on the system. طيب تخيل معاي، إحنا هنا عم نحكي عن طاقة السيستم، إحنا عم نفكر بعقل النظام. الورك السيستم عمله، يعني السيستم تمدد وأخذ من مساحة المحيط، فهو السيستم هو اللي عمل الورك. ففروم ذا سيستم شو بتوقع تكون إشارة الورك؟ سالبة، لأنه السيستم خسر طاقة عشان يعمل هذا الورك، فسالبة في حالة by the system أو from the system. نروح نشوف الـ Q أو الـ heat. إذا النظام كسب طاقة حرارية، فبتكون الـ Q تعيته موجبة لأنه كسبها. ففي حالة الاندوثيرميك، صح احنا بنحكي اندو اذا كسب طاقة، ففي حالة الاندوثيرميك بيكون الكيو موجبة، وفي حالة الاكسوثيرميك لانه النظام عم بيخسر هون طاقة حرارية، فبتكون الكيو سالبة في حالة الاكسو، تمام؟ هاي هيك انا اذا فهمت هدول المتجهات بقدر احسب الانترنال انرجي للسيستم بكل سهولة. طيب احنا هون طبعا عم نحكي عن الورك الميكانيكال وورك، مش الورك اللي هو لا اللي جاي من كهرباء ولا اللي جاي من كيمو ولا الكتريسيك ولا الكتريسيتي، احنا بنحكي عن كم ميكانيكال وورك. شو قانون الورك؟ اخذنا انه قانون الورك يساوي ماينس بي دلتا في، تقدر تعوضه بشكل تاني. شو هي الفي؟ الفي هي او الفوليوم الحجم، هو عبارة عن المساحة في الارتفاع، صحيح؟ فانا بقدر احكي لك وهو يساوي سالب بي في الاريا في دلتا ال، فرق الارتفاع. ممكن يعطيني اريا معينة بحولها لوحدة متر، ممكن يعطي متر مربع، سوري، وهون يعطيني ارتفاع معين بحوله لوحدة متر،
فهيك بصير عندي الوحدة بس اضربهم متر مكعب. هسا نحكي شوي عن الوحدات. البرشر اذا كان بوحدة باسكال، فانا اذا ضربت باسكال بمتر مكعب راح يعطيني جول، وهي وحدة الورك. تمام، فهيك بتأكد انه هذا القانون راح يوصلني للورك كمان. وهاي احنا ما ننسى انه البرشر في الاريا اصلا هو شو؟ البرشر في الاريا هي الفورس، صح؟ كمان اذا سألني عن الفورس او القوة، لان هالقوة هي الضغط على وحدة المساحة. البرشر هو اصلا عبارة عن القوة على وحدة المساحة، فبطلع لي البرشر في الاريا هي الفورس اذا سألني عنها في حال. طيب نشوف كمان شو اشي بهذا السكشن معطينا اياه. حاكينا انه انا ممكن اني اطلع الفوليوم المولري، الفوليوم المولر فوليوم. شو هو المولر فوليوم؟ او استخدم المولر فوليوم بالحساب هون. شو هو المولر فوليوم؟ المولر فوليوم هو عبارة عن الفوليوم مقسوم على عدد المولات. طب شو هو عدد المولات؟ رح ارجع انه عدد المولات هي الماس على المولر ماس. ممكن استفيد من هون من هذا الموضوع انها هي ماس على مولر ماس. طيب وانا بعرف من تشابتر 1 ان المولر ماس اذا بعوضها بالقانون الايديال جاز، لو روح تشوف تشابتر 1، احنا عرفنا انه المولر ماس هي عبارة عن الدنسيتي على البرشر مضروبة في R في T. فهذا برضو ممكن يجينا سؤال انه كيف نرجع برجوع لعند المولر فوليوم. هسا نحكي عن اللي هي الانثالبي. الانثالبي الانثالبي او الدلتا اتش، هي عبارة عن اليو او الاختلاف في يو، دلتا يو زائد بي دلتا في. هاي بسميها انثالبي. الانثالبي هي الدلتا يو زائد بي دلتا في. مش احنا حكينا هاي في حالة ايش؟ في حالة constant pressure. اذا احنا حكينا نتذكر انه الدلتا يو هي عبارة عن الكيو زائد الورك اللي هي ناقص بي دلتا في. شنو هاي؟ هي قانون الورك. احنا شو عملنا؟ رحنا نقلنا هاي لهون وحكينا لك هاي هي الانثالبي. وانا اذا نقلت هاي لهون هسه بحكي لك انه هاي هي الكيو، فبكتشف ان الكيو تساوي الانثالبي في حالة الكونستانت بريشر. اذا امتى الكيو بتساوي الانثالبي؟ في حالة الكونستانت بريشر. عشان هيك بقدر اعوض بهذا القانون. تمام، طيب كمان نتذكر اشي مثلا ممكن يجيب لنا اياه، انه البي دلتا في هاي انا ممكن اعوضها من القانون العام للغازات في ان ار تي، صحيح؟ لانه بي دلتا في حسب القانون العام للغازات بي في ايكوال ان ار تي، انا هنا بالدلتا ان ار تي. تمام، طيب هون بنقدر انت تطلع لي مولر اشي اسمه مولر انثالبي، اللي هي انك تقسمهم كلهم على المولز.
فالمولر انثالبي هي عبارة عن دلتا اتش مولر في حال سألك عنها، الطاقة الانترنال انرجي برضو المولر تقسم على المولر، زائد اذا بدنا نقسم هاي على ان فبتروح ان فبتصفي عنا ار هي كونستنت، فتصير ار على ان في تي ام كلهم في حالة المولر. طب لو بدي استخدم هون مولر على طول بحكي لك دلتا اتش المولر هي عبارة عن دلتا يو المولر زائد البريشر دلتا في المولر اللي هسه حكينا كيف بنحسبها، هي الفوليوم على عدد المولر. طيب نشوف هسه السكشن 2.4 بشكل عام بحكي لنا عن الهيت كاباسيتي. الهيت كاباسيتي كتير حكينا عنها فيما سبق بالجنرال كيمستري، الهيت كاباسيتي. طيب الهيت كاباسيتي بنرمز لها بالرمز سي، وهي تساوي الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة المادة درجة حرارة واحدة، فهي كيو الطاقة الحرارية على تي درجة الحرارة. ففي حالة احنا عم نحكي عن كونستنت، اذا لانه لازم لرفع درجة حرارة فانا راح احط دلتا، عذرا كيو ما الها دلتا، تمام فحطيت دلتا. في حالة الكونستنت بريشر بسميها سي بي، وفي حالة الكونستنت فوليوم بسميها سي في عشان اعرف انه الفوليوم كونستنت. في حالة الكونستنت بريشر بعرف او هو بحكي لي انه هيانا هون حكينا وينها انه الدلتا اتش تساوي الكيو، بالتالي انا ممكن اعوض بدل الكيو هون بدلتا اتش. ففي عنا قانون في حالة الكونستنت بريشر دلتا اتش على دلتا تي، هذه هي الفكرة السهلة انه دايما الكيو هي الاتش في عند الكونستنت بريشر. طيب في حالة الكونستنت فوليوم، في حالة الكونستنت فوليوم الكيو تساوي الدلتا يو. طب من وين عرف؟ انا بعرف انه قانون الدلتا يو هي عبارة عن الكيو زائد الورك، وانا عارف انه الورك هو ماينس بي دلتا في. طب في حالة الكونستنت فوليوم هاي كلها زيرو لانه الدلتا في اصلا زيرو، فشو صفى عندي بالاخير؟ كيو تساوي يو في حالة الكونستنت فوليوم، فبحكي له انه سي في هي عبارة عن دلتا يو على دلتا تي، هاي في حالة الكونستنت فوليوم، هاي في حالة كونستنت بريشر. في اشياء او اسماء تانية للهيت كاباسيتي ممكن يعطيني اياها، ممكن يعطيني يسمي لي اياها سبيسيفيك هيت كاباسيتي، سبيسيفيك اللي هي هاي عبارة عن الهيت كاباسيتي برمز لها بالرمز سي اس، وهي هي عبارة عن الهيت كاباسيتي مقسومة على اللازمة لكل ماس بالكيلوغرام، تمام. فإذا أنا بدي أطلع الهيت كاباسيتي بروح بضرب السبيسيفيك هيت كاباسيتي بالماس بالكيلوغرام، لأنه السبيسيفيك مقسومة على ماس بالكيلوغرام. لو أعطاني مولر هيت كاباسيتي، المولر هيت كاباسيتي هي عبارة عن الهيت كاباسيتي يرمز لها برمز سي ام، وهي عبارة عن الهيت كاباسيتي العادية مقسومة على عدد المولات. فلو أني أنا بدي أطلع الهيت كاباسيتي بشكل عام بروح بضرب المولر بعدد المولات بطلع الهيت كاباسيتي، وبرجع لهاي القوانين، ممكن يكون سألني عن اتش، ممكن عن تي، عن يوم، اي اشي. المهم هاي هي القوانين في درس الهيت كاباسيتي اللي هو 2.4. بدنا نتذكر اشي كمان كتير مهم بهذا الدرس، انه for solid and liquid دلتا في always
راح تكون قريبة من الزيرو، يعني زي اللي كنها زيرو، لأنهم هم غير قابلين للضغط. أنا مش ممكن أضغط الليكويد والسوليد زي ما إني ممكن أضغط الغاز، يعني الغاز أسهل أضغطه، الليكويد أسهل شوي، السوليد مثلا مستحيل أعرف أضغطه زيادة، حتى الليكويد يعني صعب لأنهم هايلي إن كوم بريسبل. بعد لأنهم هن incompressible فراح تكون دلتا في دائما إنهم تساوي صفر، وهذا بدلني إنه في حالة الكونستانت بريشر للسوليد وللليكويد احنا بنعرف إنه في حالة الكونستانت بريشر دلتا اتش هي عبارة عن دلتا يو زائد بي زائد بي دلتا في اللي هسه طلعناها من هون، من النهاية هون بعدين حكيت لك ان الكونستنت بريشر الكيو هي نفس الاتش. وفي حال هاي تساوي صفر فبالتالي في حالة السوليد والليكويد دلتا اتش تساوي دلتا يو دائما. امتى عند السوليد والليكويد شو دلتا اتش تساوي دلتا يو؟ ففي حال انا عرفت اطلع دلتا اتش فهي نفس دلتا يو والعكس. ليش؟ لانهم هم انكمبرسبل. في عندي علاقة بين سي ال بي وسي ال في، عندنا علاقة بيناتهم اللي هم عند الكونستنت بريشر والكونستنت فوليوم. العلاقة بتحكي لي انه سي ال في دايما اكبر، فبالتالي خليني اكتبها هون عشان تكون قريبة منهم، انه سي ال في تساوي سي ال بي شمالها، او سي ال في اصغر، طلعت سي ال في اصغر لانها سي ال بي ناقص ار، يعني بشيل ار من سي ال بي بتعطيني سي ال في. شوف في بيناتهم علاقة. الهيت كاباسيتي عند كونستنت فوليوم هي عبارة عن الهيت كاباسيتي عند كونستنت بريشر ناقص ار. هاي بأي حالة؟ بحالة الايديال جاز. اذا صار في عنا لحالة الايديال جاز انه سي في ايكوال سي بي ناقص ار، وفي حالة السوليد والليكويد انه دلتا اتش تساوي دلتا يو. ننتقل ل هسه 4.5 و 4.5 بكل بساطة، او 2.5 سوري، بكل بساطة بيحكي لي طرق قياس الانثالبي كيف ممكن اقيسها. اول طريقة اللي هي بسميها دايركت، اللي هي باستخدام اشي اسمه كالوري ميتر، جهاز اسمه كالوري ميتر. وفي عنا نوعين من اجهزة الكالوري ميتر اللي هم كوفي كاب والنوع الثاني اسمه بامب. وهلأ بنقدر نفهم احنا ليش بالسكشن اللي قبل كنا نحكي عن الهيت كاباسيتي عند كونستنت فوليوم والهيت كاباسيتي عند كونستنت بريشر، لانه البامب كالوري ميتر بيشتغل عند كونستنت فوليوم والكوفي كاب بيشتغل عند كونستنت بريشر. تاني طريقة اللي هي اللي اخدناها من الف سنة اللي هي هيسز لو. هيسز لو اللي هو بحكي لك اذا كان عندك عدة خطوات مكونة، هس لو بحكي لنا اذا كان في عندنا مثلا A زائد B الها هيت كاباسيتي دلتا اتش 1، وهاي هي A زائد B بيعطيني C، وبعدين C زائد D بيعطيني F، وهاي الها هيت كاباسيتي 2، وسألك هو عن مجموعهم اللي هي A زائد B والسي بتشيلهم زائد D بيعطيك F.
شو الهيد كاباسيتي؟ هي مجموع هاي الخطوة وهاي الخطوة. طب إذا احتجت أقلب خطوة عشان يطلع معي المجموع صح، بحط للهيد كاباسيتي إشارة سالبة، صح؟ تتذكروها هاي؟ هاي ما رح يجيب لنا منها عليها سؤال بالامتحان إن نحله، لأنه خلص المفروض إحنا عارفينها، بس هو رح يجيب سؤال إنه ضع دائرة صح وخطأ، هيك إشي على الهيسز له. بس هي طريقة من قياس، من طرق قياس الإنثالبي. وشو كمان عندنا طريقة ثالثة؟ لا، قياس الإنثالبي اسمها variation، أو كيف تتغير هاي الإنثالبي معاي، أو variation of equilibrium constant مع مين؟ with temperature. وهاي إلها رسمة، خلينا أشرح لكم عن الفاريشن وبعدين نشرح أكثر عن الكوفي كاب والبومب كيف قوانينهم. الفاريشن بحكي لي إنه هي في عنا رسمة اللي هي لين كي إكواليبريوم مع واحد على تي. هاي إذا أخذنا السلوب تاعها رح يكون السلوب دلتا اتش على ار، فبالتالي الماينس دلتا اتش على ار هي لن الكي اتنين اللي هي عبارة عن سوري هي واحد على تي، الاختلاف في لن كي على الاختلاف في الواحد على تي، صح؟ اختلاف في محور الصادات على الاختلاف في محور السينات بيعطيني السلوب. هاي هي طريقة الفاريشن. طيب البمب كالوريمتري حكينا عند كونستانت فوليوم، انا بدي احسب دلتا اتش. نرجع على سي في، سي في حكينا عند الكونستانت فوليوم هي دلتا يو على تي، لانها هي اصلا دلتا كيو على تي او الكيو على تي، والكيو هون في حالة constant volume حكينا تساوي اليو لأنه ما فيش اختلاف بالفوليوم، تمام؟ فهي دلتا يو على تي. طيب أنا ما بدي دلتا يو، بهاي الحالة أنا بكون طلعت دلتا يو، بس أنا ما بدي دلتا يو، أنا بدي دلتا اتش. فاحنا بنعرف إنه دلتا اتش هي عبارة عن دلتا يو زائد مين؟ بي دلتا في. طيب في حالة الكونستنت بريشر أنا بعرف إنه السي بي هي عبارة عن دلتا اتش على تي، سوري على تي. بكل بساطة أنا هيك بكون طلعت الدلتا اتش. بس بدنا ننتبه إنه في هون بهاي الحالات لازم أعكس الجواب النهائي، نعكس إشارة الجواب. ليش بتعكس إشارة الجواب؟ لأنك أنت هون عم تأخذ قراءة الجهاز، يعني أنت عم تأخذ قراءة السراوندينج، وأنت بدك قراءة السيستم. بالغالب هو بيكون سألك عن قراءة السيستم، فهذا كل اللي أنت عم تحسبه السي بي والسي الفي هون، هل للجهاز، هاي للجهاز، هاي للجهاز. فأنت لما بدك بالأخير ترجع للسراوندينج، بنرجع للقانون الأول تاع الثيرموداينامك اللي هو بحكي لي إن دلتا يو يونيفرس، أو دلتا يو سوري للسراوندينج يساوي سالب دلتا يو للسيستم. يعني انا اذا السيستم كسب حرارة فهو كسبها من السراوندينج، السراوندينج يكون خسر. اذا السيستم تاعي اطلق حرارة فهو اعطاها للسراوندينج، يعني السراوندينج كسب والسيستم خسر. فاعكس الاشارة بالدايركت. ها هي كل اشي عن كيف بقيس الانثالبي. وهو هذا هو الجزء تاع 5.2 تقريبا. هسه ننتقل للريليشنشيبس الموجودين عندنا بالايديال جاز ريليشنشيبس اللي هي 6.2. سوري اللي يثبت بس الايديال جاز ريليشنشيب، خلينا نبلش فيهم واحدة واحدة.
اول واحدة عندنا اللي هي الريفرسيبل كومبريشن ات كونستانت بريشر. انتبه معي انه كومبريشن، اذا حكى لي العملية فيها كومبريشن يعني ايش؟ يعني الحجم شماله بقل لانه هي ضغط. كومبريشن ات كونستانت بريشر. ف بما انه كومبريشن فبحكي لك في الفاينل اقل من في الانيشيال، يبقى دلتا في سالبة. بما انها دلتا في سالبة، شو الورك؟ الورك دائما عكس اشارة دلتا في، موجب. ليش؟ ليش الورك دائما عكس اشارة دلتا في؟ لانه الورك اصلا هو ماينس بي دلتا في، ففي حالة هون سالب وهون سالب صارت موجب، صح؟ طيب هاي اول اشي ممكن اعرفه من هون. تاني اشي بقدر اعرف اختلاف التمبرتشر. اختلاف التمبرتشر هذا بيفيدني عشان اعرف اختلاف الكيو، لان اشارة الكيو والتمبرتشر نفس الاشارة. اختلاف التمبرتشر، لاحظ معاي انه الفاينل اقل من الانيشيال. شو علاقة التمبرتشر والفوليوم في عند ثبوت البريشر؟ حسب تشارليز بحكي لي انه بتزيد الحرارة مع زيادة، او بزيد الحجم مع زيادة الحرارة. فبما انها في فاينل اقل، يبقى تي فاينل اقل من تي انيشيال. حسب مين؟ تشارليز. وبالتالي دلتا تي راح يكون عبارة عن سالب، وبالتالي الكيو اشارتها سالبة. ثالث اشي وبيحكي لنا عند الكونستانت بريشر، لازم اتذكر بما انه حكي لي كونستانت بريشر، لازم على السريع احكي لك انه الكيو تساوي مين؟ الدلتا اتش. اذا هذا ثالث اشي طلعت منه. هاي هي الاقسام نفسهم تتكرر معانا بكل حالة. بعرف شو بصير مع الورك والفوليوم، بعرف شو بصير مع الكيو، وبعرف شو بصير مع الانثالبي. وهلأ كمان بما انها كيف بدي احسب دلتا اتش، بما انها الكيو تساوي الدلتا اتش، انا بعرف انه السي بي هي عبارة عن دلتا اتش في او على التي دلتا تي. ففي حالة اروح اطلع هاي هون، فانا هيك بكون طلعت دلتا اتش تساوي سي بي في دلتا تي. حسب هو سألك عن مولر، بتقسمهم كلهم على مولز، مش سألك عن مولر ما بتقسم على مولز، فانت هيك طلعت دلتا اتش، حلو، اللي هي نفسها الكيو. شو ضل علينا اخر اشي نطلعه؟ طلعنا الورك والكيو والدلتا اتش، ضل علينا اخر اشي نطلعه اللي هو اليو. احنا بنعرف ان الدلتا اتش، خلينا نعتمد عليها بما انها كونستنت بريشر، كل الحكي بيعتمد على الدلتا اتش. دلتا اتش هي عبارة عن الدلتا يو زائد بي في او ان ار تي، اذا بدنا نحسبها بالان ار تي. وبالتالي انا بامكاني اطلع من هون الدلتا يو اذا هي عندي كل هاي المعطيات. اذا مش عندي هاي المعطيات بضطر ارجع لعند الهيت كاباسيتي. كيف بدي ارجع شوي لعند الهيت كاباسيتي؟ اول اشي بحكي لك انه حط لي الدلتا يو اللي انت بدك اياها لبرا. دلتا يو تساوي دلتا اتش زائد، او دلتا اتش هتصير ناقص ان ار تي وانا عارف انه الدلتا اتش هي عبارة عن شو؟ السي بي
في دلتا تي، فبنروح بعوض هون سي بي في دلتا تي ناقص ان ار تي اللي هي دلتا تي نفسها بيساوي دلتا يو. فأنا هون بقدر أطلع الدلتا تي عامل مشترك، بحكي لك الدلتا يو هي عبارة عن سي بي ناقص ار دلتا تي ان ار دلتا تي. طيب في حال انا بدي ارجع للقانون تاع انه السي في ام هي عبارة عن السي بي ام ناقص ار، صح؟ احنا هيك حكينا بالايديال جاز، وهاي الحالات احنا اصلا بندرس فيها الايديال جاز. طيب اذا هو مش معطيني سي بي ومعطيني سي في، فانا بروح بقسمهم على طبعا عدد المولات عشان احولهم لام لام لام، وبعدين بحكي لك انه بما انه اذا انا قسمت هون على ان فهي راح تصير المولر، فهي عبارة عن السي بي مولر ناقص ار مضروبة في مين؟ في دلتا تي ام مولر، برضو قسمتها كلها على ان. طيب خلينا نشوف شو بصير، لانه هون الان راح تروح مع الان، عشان هيك انا تخلصت من هاي الان. السي بي ناقص الار هي عبارة عن السي في ام، فهي عبارة عن السي في ام في دلتا تي هي عبارة عن دلتا يو ام. ممكن تحط الان ممكن ما تحطها، لانه اصلا الان راح تروح مع الان هون اذا انا بقسم على الان. فانا هون شو عملت، كيف حولت من هاي الخطوة لهاي الخطوة؟ قسمت على عدد المولات عشان يصير عندي مولر، تمام؟ وهاي هي الطريقة اللي بحسب فيها دلتا يو. اذا لاحظ معاي انه الدلتا يو هي عبارة عن يو ام في سي في ام يكوال سي في ام في دلتا تي. نشوف الجزء اللي بعديه، او الريفرسبل كومبريشن ات كونستانت فوليوم. اذا شو هسه فرق معنا، هي كانت ات كونستانت بريشر، هلا راح نحولها لا كونستانت فوليوم. الله يعافيك يا ربي يا شيماء. عند الكونستانت فوليوم كومبريشن اول اشي كومبريشن يعني برضو دلتا في راح تكون سالبة، لأنه في فاينل أقل من في انيشال، إحنا عم نعمل ضغط. وحكينا دائما إشارة الورك عكس إشارة دلتا في، فالورك راح يكون موجب بناء على القوانين اللي كتبناهم هون. At constant volume فبنرجع بنحكي لك انه هذا الحكي مش راح يكون ولا سالب ولا موجب، لانه هاي راح تكون زيرو صراحة، وهاي الورك راح يكون زيرو. ليش احنا صفرناهم؟ لانه هو حكي لي constant volume، ففي final ناقص في initial راح يكون صفر، ما في عندي تغير. والورك اللي هو عبارة عن minus b delta v راح يكون زيرو بما انها هاي زيرو. طيب طب كيف بدي اعمل كومبريشن وبدون ما اغير الضغط؟ شو برايكم شو تغير؟ اكيد ان زدنا بدون ما اغير سوري الفوليوم زدنا الضغط. اذا الكومبريشن او اني اضغط ماده، يا اما بزيد ضغطها بزيد عدد الجزيئات فيها فبزيد ضغطها، يا اما اني بقلل الفوليوم تاعها. فيا اما اني بقلل الفوليوم عن طريق فبزيد الكومبريشن، بعمل كومبريشن، يا اما بعمل كومبريشن عن طريق زياده البريشر. فبما انها هون constant volume فانا اللي عملته عشان يصير في عندي compression انا زدت الضغط. اذا compressed
باي increasing pressure. فلاحظ معاي مين اللي بتغير عم بزيد البريشر. نكمل شو الأشياء اللي ممكن نفهمها من هذا الحكي. بزيد البريشر معناها B2 أكبر من B1، ومن هاي أول إشي. تاني إشي بالنسبة للتمبريتشر، مش إحنا حكينا تاني إشي بنشوفه اللي هو التمبريتشر؟ طيب الفوليوم ثابت، شو علاقة البريشر والتمبريتشر؟ برجع لتشابتر 1 بلاقي جاي لوكاس بحكي لي انه لما انت تزيد البريشر معناته التمبريتشر عم بتزيد، فتي 2 اكبر من تي 1 حسب جاي لوساكس. تمام، تي 2 اكبر من تي 1 يعني الكيو، يعني إشارة الدلتا تي شمالها موجبة، وبالتالي نفس الإشارة تعيد الدلتا كيو أو الكيو هي نفس الإشي راح تكون موجبة. ليش الكيو موجبة؟ لأنه الدلتا تي موجبة، لأنه تي فاينل ناقص تي إنيشال موجب، فالكيو موجبة. يعني هذا التفاعل إكسو ولا إندو؟ إندو. ليش إندو؟ لأنه إحنا حكينا إحنا بنفكر بعقل النظام، إذا كانت الكيو موجبة فهو كسب، بكسب طاقة. طيب طيب احنا حكينا انه لما يكون constant volume شو بتكون الخطوة الثالثة اللي هي بتعيد الدلتا كيو. مين بتساوي الدلتا كيو؟ راح تساوي الدلتا اتش ولا الدلتا يو؟ الدلتا يو، لانه عند كونستانت فوليوم. ف راح يكون عندنا، ممكن احسب الدلتا يو ببساطه عن طريق القانون تاع السي في اللي هي عند الكونستانت فوليوم مضروبه في دلتا تي، لانه احنا بنعرف انه السي في هي عبارة عن دلتا يو على دلتا تي، فهيك ضربتها صارت معاي حسبت اليو بكل بساطة. هاي المولر احنا نقسم على 1 مول. طيب شو بضل عنا اخر اشي؟ بضل عنا دلتا اتش. كيف بدي احسب الدلتا اتش من هذا الموضوع؟ بحكي لك دلتا اتش هي عبارة عن سي بي ام بكل بساطة، مش راح اقعد اشتق زي هون، هي عبارة عن سي بي ام مضروبة في دلتا تي. تمام. ليش طيب احنا قدرنا نستخدم هذا القانون هون وهون؟ لانه ايديال جاز احنا حكينا السي في ام والسي بي ام بنقدر ناخذهم من المعادلة تعيد اللي هي سي في ام ايكوال سي بي ام ناقص ار، ولما اجي اعوض بنفس هاي الطريقة راح الاحظ انه احنا قدرنا نوصل لهذا الاشي. فهي الدلتا اتش هي عبارة عن سي بي ام في دلتا تي. طب اذا كان سألني عن قيمة للسي في ام والسي بي ام ومعطينا واحدة منها، او معطينا سي اس او سي ام، احنا بنقدر نحسب عن طريق زي ما حكينا كيف بنحول بين السبيسيفيك والمولر وال الهيت كاباسيتي العادية. طيب فلاحظ معي انه دلتا يو والدلتا اتش قوانينهم عند الكونستانت فوليوم الكونستانت بريشر في حالة الكومبريشن هي نفس القوانين. نشوف كمان حالة هو معطينا إياها اللي هي irreversible compression at constant temperature. هاي المرة عملنا مين؟ constant temperature، يعني thermostatic بنسميها، عملية thermostatic constant temperature compression at constant temperature.
هاي الحالة الثالثة. بحكي لي compression يعني الفوليوم بقل، يعني V final أقل من V initial، يعني دلتا V سالبة، وبالتالي الورك عكس الفوليوم موجب. هل هو حكي لي constant volume؟ لا، فما فيش هون تصفير. طيب بالنسبة لتاني اشي احنا بنشوفه التمبرتشر، شو رأيكم بالتمبرتشر؟ constant temperature يعني دلتا تي ساوي زيرو، وهذا الحكي بحكي لي انه الكيو ما فيها اختلاف او اختلافها كتير صغير، قليل جدا. تعالوا نشوف شو راح يصير معانا هالمرة بالكونستانت تمبريتشر، حنمشي عكسي. تعالوا نشوف شو راح يصير معي بالدلتا يو بالأول. دلتا يو سوري، احنا بنعرف انه دلتا يو هي عبارة عن سي في ام مضروب في دلتا تي. طب دلتا تي صفر، فالدلتا يو هنا زيرو، فبالتالي الدلتا يو كلها زيرو. طب خلينا نشوف شو راح يصير بالدلتا اتش at constant temperature. مش احنا حكينا انه دلتا اتش هي تساوي اليو، فهي راح تكون تغييرها صفر تقريبا اكيد. فالسي بي ام في دلتا تي هاي هي عبارة عن الدلتا اتش، وهاي زيرو، فبالتالي هاي كلها زيرو، لأنه ده أي شيء بضربه بزيرو زيرو. طيب في حالة ال compression at constant temperature التغير حكينا راح يكون عندنا كتير بسيط، كتير قليل في الفوليوم، وراح يكون دائما الورك بدل ما إني أحسبه عن طريق، شوفوا معي معادلة الورك هنا بتتغير، هذا الاشي اللي بدنا ننتبه له بحالة الكونستنت تمبرشر، معادلة الورك بتتغير لأنه التغير بالفوليوم كتير قليل. فرح يصير عندي الورك بدل ما يكون ماينس بي دلتا في، بما انه هون التغير قليل جدا، فرح يصير في عندي اني انا بدي اخلي التمبرشر ثابتة، مع هيك بدي اقلل الحجم. هذا اشي كتير صعب، وراح يكون عندي الحيز كتير مش يعني دقيق المتاح، فشان هيك المهم بحول هاي ل ماينس بي لن في، يعني احنا بنحكي عن في المولر النهائي او الفاينل ناقص في مولر الانيشير، تمام؟ لن فاينل ناقص لن انيشال، بدل ما اعتبرهم طرح عادي هحطهم فاينل انيشال بوحدة اللن. ليش اخترنا اللن؟ لانه التغير قليل جدا عند الكونستانت تمبريتشر. طيب في طريقة تانية لكتابتها؟ في طريقة تانية لكتابتها، بدل البي انا بعرف انه بي في هي عبارة عن ان ار تي، فممكن بدل البي تدخل الار تي بدل البي، هاي التمبرتشر اللي هي الكونستنت، وتحافظ طبعا على السالب، تحط هون لين في الفاينل في الانيشيال مولر، طبعا مولر لانه احنا مش حاطين هون ان، فهي مولر، تمام. طيب هلأ ممكن يجي حدا يحكي لنا انه بدي اتخلص من السالب اللي هون، بدك تتخلص من السالب اللي هون، او عندكم بالكتاب او عندكم بالدفتر الدكتور متخلص من السالب اللي هون، خليها موجب بيكون عاكس هاي اللي هون، يعني حاطط الانيشيال على الفاينل وبتخلص من السالب،
بس أنا برأيي نضلنا مخلينها عشان نفهم هذا القانون أصلا من وين إجا، أصله فيه سالب. تمام. هلأ رابع إشي كمان بهاي الحالة، إحنا بنعرف إن دلتا يو تساوي دلتا كيو زائد الورك أو الاختلاف في الورك. دلتا كيو زائد الورك أو الورك ما فيش فيها اختلاف، ولا الكيو فيها اختلاف. دلتا يو هي عبارة عن الكيو زائد الورك، هذول مش state functions، بيعتمدوا على الباث. والكيو اللي احنا حكينا راح يكون اختلافها قليل جدا، وحكينا انه هون اليو شمالها مصفرة، هاي زيرو، والكيو اختلافها قليل جدا. شو يساوي اختلاف الكيو؟ راح تساوي الكيو سالب الورك. تمام، شايفين هذا القانون تاع الورك عند التمبرتشر، عند الكونستنت تمبرتشر، هو بستخدمه بحط له سالب. اذا الكيو هي سالب سالب بي لن في المولر فاينل على في المولر انيشال، واللي هي تساوي موجب بي لن في ام فاينل في ام انيشال. طبعا اذا انعكست هاي يا جماعة هنغير الاشارة هون، بس انا برأيي برضو لا تعكسوها، كله بطلع لكم نفس الجواب. تمام، في شيء اسمه مولر كونسنتريشن، ما بعرف اذا الاستاذ الدكتور حكى لكم عنه. المولر كونسنتريشن اللي هو الكونسنتريشن لكل مول، فمثلا لو احنا بنحكي الكونسنتريشن اصلا هاي كونسنتريشن مش كاباسيتي، احنا بنعرف ان المولر كونسنتريشن بشكل عادي هو عبارة عن عدد المولات على الفوليوم، فاحنا لما نحكي مولر يبقى هون واحد على الفوليوم، الفوليوم راح يكون المولري طبعا لانه احنا بنحكي عن واحد مول. تمام، او هي يعني نفس الفوليوم لانك حتقسمها على واحد بالاخير. السي ام هي عبارة عن، ممكن نجد الحجم المولري طبعا عن طريق المولر كونسنتريشن. اذا بامكاني اني انا اجد الحجم المولري اذا انا احتجته هون باي من الخطوات عن طريق قانون جديد غير القانونين اللي اخذناهم قبل هيك للفوليوم، اللي هي الكونسنتريشن هالمرة هياته ال Vm ببدلها، فبحط ال concentration على عدد المولات، فالمولر concentration طبعا مولة، المولر concentration على عدد المولات حيعطيني المولر فوليوم بكل بساطة. reversible adiabatic compression، لما يحكي لي adiabatic compression شو بتذكرني كلمة adiabatic؟ adiabatic معناها عند ثبوت الكيو، واحنا بنحكي سوري احنا عم نحكي عن compression، compression يعني ضغط. اذا adiabatic compression، احنا حكينا الكومبريشن ممكن يصير بواحدة من طريقتين، يا اما احنا بنقلل الفوليوم او بنزيد عدد الجزيئات بالمكان فبيكون الاشي مضغوط. طب احنا هنا عم نحكي اديباتيك يعني الكيو ايكوال زيرو، شو بصير بالفوليوم بالكومبريشن؟ الفوليوم عم بيزيد، الفوليوم سوري عم بقل، في الفاينل اقل من في الانيشال، يبقى دلتا في راح تكون سالبة، الورك شو راح يكون؟ موجب عكس إشارة الفي. طيب
هكان بالدلتا بي شو بصير؟ بي فاينل اكثر من بي انيشال، لان احنا عم نعمل ضغط، فرح يكون عندي البي موجبة. نشوف شو بصير باليو دلتا يو. الدلتا يو هي عبارة عن الكيو زائد الورك. احنا بنحكي انه الكيو زيرو، هو معطيني اياها. فصفت عندي، لاحظ انه الدلتا يو في حالة الاديباتيك يساوي الورك. من هنا الورك شو هي؟ سالب بي دلتا في. طب شوف احنا بنقدر نستخدم هاي المعادلة عشان اسوي او اطلع قيمة معينة. فاذا انا بحكي لك انه الدلتا في، الدلتا يو احنا بنعرف انها سي في ام في دلتا تي، صحيح؟ من قانون السي في، يساوي ماينس بي دلتا في. بنقل هاي لهاي الجهة، فرح يصف عندي سي في ام دلتا تي زائد بي دلتا في. بما انها هاي مولر يبقى انا استخدم من هون، لازم استخدم المولر فوليوم هون، يعني لما بلشت التعويض لازم استخدم المولر لانها هاي مولر. تمام، فرح هون رح يصير في عندي زيرو الجواب. نكمل، بحكي لي انه بعوض بدل بي، ممكن ان احنا نرجع للقانون تاع مين؟ القانون العام للغازات. ارجع معاي شوي، نترك هاي نرجع للقانون العام للغازات. هون بحكي لي انه بي في ايكوال ان ار تي، صحيح؟ من هنا بي في المولر اذا انا بقسم على ان ايكوال ار تي، لاني قسمت على ان فراحت. احنا بنعرف انه في حالة الايديال جاز سي في ام يساوي سي بي ام ناقص ار. من هون ار هي عبارة عن سي بي ام ناقص سي في ام، فباجي بعوض هون بحكي لك بي في في المولر يساوي سي بي ام الكبيرة ناقص سي في ام في ار في تي، سوري في تي. انا هيك تخلصت من الار. طيب نكمل كمان شوي عشان انا اقدر اتخلص من البرشر هون. فبروح بقسم الجهتين على في المولر، فبطلع معاي البرشر يساوي سي بي ام ناقص سي في ام في تي على في المولر، صحيح؟ فباخد هاي القيمة وبحطها هون، فبصير معاي سي في ام في دلتا تي زائد بدل بي شو بدنا نحط؟ سي بي ام ناقص سي في ام، هي هاي بدل ار في تي على مين؟ الفي الام اللي انا جبتها من عند القانون العام للغازات. تمام، وهذا الاشي كله شو يساوي؟ زيرو. وهنا ما بننسى انه في عندنا كمان دلتا في ام، دلتا في ام هذا الاشي يساوي عندنا
زيرو. فصف عندي اشي هيك مكتوب، شوفوا هاي الكتابة كيف مكتوبة، دلتا في الام على في الام. هاي ممكن استخدمها اذا كان الفرق كبير، دلتا في الام على في الام في حالة كان في عنا فرق كبير بين في الانيشيال وفي الفاينل. بحكي لك سي في الام دلتا تي زائد سي بي ام ناقص سي في ام، هاي بدل ار في تي دلتا في ام على في الام ساوي زيرو. هاي في حالة الكمبريشن، الكمبريشن الاديباتيك فقط لما يكون الفرق كبير. طب اذا انا كان عندي فرق قليل مو كبير، بحكي لك انت بامكانك انك، وهون بصير لنا نقسم كمان بس مش مشكلة، بحكي لك انا بامكانك انك انت تستخدم تدخل عليها التكامل. اذا كان الفرق قليل اقل من هيك صغير فرح نستخدم اللن دائما، احنا اذا كان الفرق صغير بنستخدم اللن. فشو بتصفي معي القانون؟ اقسم على تي هون، اقسم على تي هون، اقسم على سي في ام، اقسم على سي في ام، فرح يصير معي اذا انا قسمت يعني هاي المعادلة على سي في ام وتي وتي، هون في عنا دلتا، حيصفي عندي دلتا تي على تي زائد سي بي ام ناقص سي في ام على سي في ام في مين؟ دلتا في الام على في الام. مندخل وهاي كلها تساوي زيرو، مندخل التكامل، بصفي عندي هون تكامل وهون تكامل. طب ليش ما دخلت هون عند السي بي التكامل؟ لانه السي بي تعد ثوابت، هي ثابت للمادة فما بدخله بالتكامل في الغالب. التكامل التغير على الثابت او التغير على الاصل هو عبارة عن اللن، فلن تي تو على تي ون، شفنا كيف منعوض، زائد سي بي ام ناقص سي في ام على سي في ام لن في تو على في الون يساوي زيرو. هاي هي في حالة الفرق الصغير، عشان هيك احنا دايما بحكي لكم نستخدم اللن في حالة الفرق الصغير، تمام؟ في حالة الفرق الكبير ما بدي استخدم اللن، في حالة الفرق الصغير بستخدم اللن. هاي المعادلة كلها من وين اجت؟ اجت بس من انه الدلتا يو تساوي الورك، وسوينا هدول المعادلتين ببعض. هاي كلها في حالة ايش؟ في حالة الاديباتك. هيك بنكون خلصنا كل الحالات اللي ممكن انه تاخدوا عليهم او يجيكم اسئلة عليهم، او يعطيكم العافية وموفقين بهذا الشابتر وبكل ما سبق. لا في كمان حالة، في كمان حالة اللي هي اللي مش حالة، اللي هي يعني تكملة أو تابع لهذا الموضوع. ممكن إنه يحكي لكم، ممكن إنه يحكي لكم إنه اعتبر لي السي بي ام على السي في ام هاي تساوي لمدة، لمدة تساوي سي في ام سي بي ام على السي في ام، عشان اذا شفتوها يعني لا تنعجوا وتحكوا من وين هاي اجت. فبالتالي ممكن اني اعوض هذا بالقانون وتشوفوا بهذا الشكل، لن تي 1 تي 2 سوري تي 1 زائد لمدا هياها ناقص 1
مضروبة في لين في 2 over في 1. وهذا الاشي كمان اللين ممكن انهم يطلعوها لفوق يعني عشان يخربطوكم بزيادة، بس يعني هو هذا الشكل يعني ممتاز. اما اي اشي زيادة هو عبارة عن اشتقاق، ما فيش داعي تحفظه للاخير، المهم انك انت تفهم شو موجود. يعني ممكن انه تلاقي هاي اس هون وانهم يتخلصوا من اللن. يعني عشان اتخلص من اللن بهاي المعادلة بشكل تاني بحكي لك تي 1 على او تي 2 سوري على تي 1 is equal بعد ما الفها للجهة التانية. فعشان نقلتها للجهة التانية حتصير اشارتها سالبة، او هاقلب ما داخل اللن، فرح تصير عندي في 1 على في 2 مرفوع على الاس. اذا ليش هاي صارت اس؟ لاني تخلصت من اللن. ليش صارت الواحد فوق؟ لاني قلبتها للجهة التانية. هذا نفس الشكل وهذا نفس الشكل، فيهم نفس المتغيرات، فيهم نفس الاشياء اللي لازم تكون موجودة معك. فانت اذا عرفت هاد او عرفت هاد نفس الشيء. اذا عرفت هاد بس وعرفت انه هاي هي عبارة عن سي بي ام على سي في ام، فهو برضو نفس الشيء واسهل لك. طيب بحكي لنا كمان اني انا بامكاني اني استخدم الايديال جاز لو عشان اعوض بدل التي، اني اتخلص من التيز هون. فشو بحكي؟ التي 2 over تي 1 is equal to في 1 over في 2 لمدة ماينس 1. تي 2 هي عبارة عن القانون العام للغازات، بي 2 في 2 على هي بي في ايكول ان ار تي، فعلى ان ار. طيب وهي نفس الشيء بي 1 في 1 على ان ار، هاي وهاي يساوي في 1 في 2 لمدا ناقص 1. ال ان ار بتروح مع ال ان ار، بصفي عندي بي 2 في 2 بي 1 في 1 ايكوال في 1 على في 2 واللمدا. طيب احنا هيك بامكاننا نتخلص من هاي عن طريق اني اضرب في 1 على في 2 بالجهتين، في 1 على في 2. في حالة الاسس، في حالة الضرب الاسس تجمع، فراح يصف عندي بي 2 على بي 1 ايكوال في 1 في 2 مرفوع للاس لمدا ناقص 1 ضرب في 1 في 2 مرفوع للأس 1، يعني تجمع 1. فراح تصفي عندي في 1 في 2 مرفوع للأس لمدا. هذا كمان قانون ممكن يجيكم او ممكن تشوفوه، دي علاقة بي و في هاي المرة مش علاقة تي و في. اذا شفنا علاقة تي و في، وهي علاقة بي و في منشتقة من خلالها من خلال القانون العام للغازات. ممكن يجي مكتوب بهذا الشكل. وعادي هو نفس الشكل. يعطيكم العافية. هيك بنكون خلصنا كل اشي بخص الـ Ideal Gases. خلصنا Chapter 2 من Section 1 لـ Section 6. يعني واي سؤال عندكم اتركوه. هيك مبين انا خلصت يا اسلام. انا هاي تاني مرة بخلص على فكرة، بس عشان بس هاي المرة ان شاء الله خلصت عن جد.
ويا ربي موفقين بامتحانكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يعافيك يا ربي. السلام عليكم.